السلام عليكم. ازيك يا استاذ منير؟ الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. قعمز يا هيه قعمز، والله ليك وحشه يا راجل. وانا لحقت اوحشك يعني يا استاذ منير، ده يعني حضرتك كنت عندي امبارح بالليل في البيت يعني. يا استاذ عادل، انا بقالي 15 سنه بوزع بضاعه لكل البازارات في مصر، ما لقيتش لا اجدع ولا انزح منك. تكون الفلوس هتكون عندك السبت، تكون عند السبت. ونعم الرجال. ده اقل واجب يعني. حضرتك طبعا ذوقك مغطينا طول الوقت يعني. تلاقيك مستغرب ان قلت لك نتقابل في القهوه الافرنجي دي. اه والله مستغرب، وخصوصا ان حضرتك اول مره تخرج بره مصر يعني. دمك خفيف، انت ايدك تقيله قوي. خلينا في موضوعني. انا لما كنت عندك امبارح بالليل يعني لمحت الست المبجة لحماتك. لمحتها بس ولا مش قصدك معاك تاني؟ اقعد بعيد عنك بقى خالص. انت عارف يا استاذ عادل ان انا راجل محترم ومؤمن ان اجرم مسافة بين نقطتين الخط المستقيم، وعلشان كده انا طالب القرب منك في حماتك. استاذ منير يعني حضرتك جمايلك طول الوقت عماله بتزيد بتزيد، مش عارف اعمل لك ايه يعني. جمايل ايه يا راجل؟ دي ست كمل. جمال ايه ورجل ايه وشياكه ايه؟ يا سلام، كل ده من لمحه واحده بس. اوعى اوعى خلص الجواز. المهم انت فاتح الست حماتك في الموضوع ده ومستني منك الرد بكره. هو صعيدي اه بس مودرن يعني، وما شاء الله بسم الله ما شاء الله عنده فلوس بالكوب. الله اكبر. ايه ده؟ لحقت تخافي عليه؟ لانكم بتاخدوا رايي، فانا شايفه ان الراجل الصعيدي بيتميز بكونه راجل قبلي، بلس انه هو دائما بياخد باله من الانثى بتاعته خاصه في فصل الصيف. فصل الصيف ده على اساس يعني ان فصل الصيف الانثى بتبقى راقده على البيض؟ انتوا ليه ما دخلتوهاش الزراعه قسم حيوان الست دي؟ يا سلام اتريق اتريق. بس على فكره بقى، مامي مش ممكن توافق على حد غير لما تقوم بدراسه شخصيته دراسه محكمه. Shut up you. عادل قولي هو قالك يعني؟ هو يا ستي قال يعني ان هو لمحك وانت معديه يعني. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عادل؟ مامي من الس شرب يو شرب. بقولك خالص انا ما كنتش عارف انك مصيبه كده يا عادل. طيب هو يعني لمحني ازاي؟ لمحك ازاي؟ ده انت شربتي 3 شاي في نص ساعه ورايحه جايه رايحه جايه قدامه يعني، وبعدين مش راضيه تعدي من ورا الترابيز، بتعديله من قدام التلفزيون. طبعا مامتي من النساء التي تتميز بالخطط الخماسيه المحكمه حتى تصل للهدف في اقرب مدى. مش عارف والله يا رانيا، انت بتقولي كلام انا مش فاهمه خالص يعني، لكن عموما اقول له ايه بقى؟ اقول له اوكي. اخص عليك يا خسارة تربيتي فيك. ايه يا ماما بس في ايه؟ الراجل اللي انت عرضته على حماتك وهي فضلت تتحنجل لحد ما طب فيها. طب وفيها ايه بس يا ماما؟ الراجل كبير اصلا ما ينفعش لسناء. سناء ده ايه؟ انت قصدك عشانك يا ماما؟ يا ماما احنا هنعيده تاني يا ماما. وفيها ايه يا ماما؟ فيها ايه لما نعيده تاني وتالت؟ ما انا لسه حلوه في عز شبابي. خلاص يا ماما اوعدك المره الجايه هنزلك الملعب. انت بتضحك عليا. لا ما بضحكش عليك، بس انت تسخني. اسخن؟ طمني يا استاذ عادل. يا استاذ منير ما تقلقش خالص، هو اللي في وضع حضرتك يقلق من اصله يعني؟ موافقه؟ ايوه مبدئيا موافقه، بس حضرتك يعني محتاج تليين شويه. تليين؟ هو مطور عربيه ولا ايه؟ لا برضو يعني الست لازم يعني تتعرف عليك وتختبر شخصيتك وكده يعني. بقول لك ايه يا استاذ عادل، انا هاجي على الجواز على طول، احنا مش عيال صغنطتين. انا هجيب المأذون معاي، نكتب واسحبها وامشي.
تسحب ايه يا جاموسة؟ ما لازم برضو الست تحس بجنسيتها، تحس ان انت مدلوق عليها فتقوم مديالك ريق حلو، تقوم مدلوق انت اكتر فتقوم ميلالك شوية، تقوم انت بقى مدلوق اكتر ومخرق الدنيا. مغرق ايه وامسح ايه؟ يعني بدل ما اخش عليكم ببوكيه ورد اخش عليكم مساحة؟ يا رورو هاتيلي الخياراتوس. اوكي يا مامي بقطعه. هاتيلها يا رورو الخيار، يظهر العريس بيحب السلطه. مالكوا يا حبايبي واقفين كده ومدغزين ومولعين نار ليه؟ من القرف اللي حطاه على وشك. سيبيه على وشها على الاقل نتحرم منه شويه. هتتحرموا منه على طول. دي مامي وشها زي القمر اساسا، انتوا مش عارفين لما العريس شافها قال ايه؟ أحس بالسعادة وقال: هذه هي المرأة التي سوف تعيد لي شباب الذاكرة من جديد. رانيا. بالأمارة جوزها اللي هو أبوكي طفش منها. بابا كان عيان يا طنط. عيان بالنقطة. دي مش تجيب نقطة يا ماما، دي تجيب 80-90 مليون نقطة. موتوا بغيظكوا. على الأقل هو الوحيدة اللي في البيت أعجب بيها هو أنا. عشان بيحب الأثرات، بيحب ال تحفة فنية، تحفة رائعة الجمال، تحفة سوف يعلقها على الحيطة أو يدلدلها من السقف أو يربطها في رجلي الترابيزة. ادي ده الكلام المنايل اللي بتقوليه ده يا حبيبتي. لا لا، كفاية إنه الراجل غني وهيعيشني أنا وبنتي ويستتنا لغاية ما يكتشف طبعك المنايل وبعدين يطفش. شوف الغيظ والحقد يا ربي، مش معقول. على الأقل هكون طلعت بشقة وفلوس المعاش بتاعتي هكون مدكناها في البنك، برضو هعيش مالكة. مالكة الشحاتين. هو انت فاكره نفسك انك هتقبضي المعاش بعد ما تتجوزي؟ ليه يا ماما ليه بتنبهيها؟ سيبيها تلبس في الحيط ويتقطع المعاش. ايه مفيش معاش؟ هتقطع عني المعاش لو انا اتجوزت؟ لا لا، اسمعوا بقول لكم ايه، دي الفلوس بتاعت المعاش دي انا هحطها في البنك وهدكنها عشان اعيش بقى بريحة. لكن طلع هو وحش طلع حلو، برضه هعيش ملكه وهعيش بالفلوس اللي انا دكناها من المعاش. لا يا امي لا، صعب اي راجل في الدنيا مهما كان قدراته يشوفك ويقدر يستغنى عنك، فانت سيدتي المراه المكتمله. اكتملت ايه ونيت ايه؟ I can't over my dead body. ان انا اعيش من غير المعاش جميل، ما اقدرش انا اموت. المعاش ده مهم جدا في حياتي. بقول لك ايه، قومي اعملي لنا كوبايتين شاي نعدل دماغنا. لا يا ماما، اعمل كوبايتين شربات عشان جوازة مجيدة وقطع المعاش. بصي يا ماما، انا عندي حل اثبت كفاءة مع كل صحباتي. ايه هو؟ قولي بسرعة. اتجوزيه عرفي. يا نهار ابيض، اسكتي انت بس بقى والنبي يا رانيا. ها كملي. بس بشرط هتخلي معاكي الورقه والنسخه الاصليه، ولو اتنطط قدامك اياكي تديها له، ما تعمليش زي البنات العبط. طب افرضي كان معاش عارفه وهيعرفوا منين؟ بس دول هما ورقتين خفاف، واحده معاكي وواحده معاه، ولا مأذون ولا اي حاجه ولا كلام من ده، والمعاش هيفضل شغال زي ما هو. يا بنت الايه يا نجله، دي افكار بقى كده. لا، العيلة دي اتجننت رسمي. مامي اوعي تطوعيها في موضوع الجواز العرفي ده. بس بقى والنبي خليك انت كده في الهبل اللي انت فيه ده، يا ريت تطلعي كده نص اختك. بطلي قطل. يا حماتي الراجل قاعد مستني بره. طب استنى شويه بس لما اثبت نفسي. عادي ظبطي نفسك. ايه بس يا حماتي، ده انت زي القمر من غير اي حاجه. ميرسي يا عدولة حبيبي. يلا اخلصي. اهلا وسهلا. منور والله يا استاذ منير. يا سلام، ايه النور ده؟ مش عارف المجامله دي لازمتها ايه. ما كنت جبت المأذون وخلصني، ولا مفيش قبول؟ لا ازاي بقى مفيش قبول، ان شاء الله القبول موجود. ايه بس طالبه انها تشوفك وتتعرف فيك، مفيش حاجه يعني. مساء الخير يا ابن
ازاي النور؟ يا رب احفظي بقى عليكي. طيب استأذن انا بقى، يعني مش معقولة هقول لكم اروح اعمل شاي والحركات دي انتوا كبار، يعني استأذن انا قبل ما المرور يقفل، يعني سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا جعمت، اتفضل يا اتفضل يا. اتفضل حضرتك. اتفضلي. اهلا وسهلا. حضرتك بقى قاعد هنا ولا شويه في مصر وشويه في البلد؟ انا يا هانم شويه كده وشويه كده، لكن بعد كده انا هبقى هنا على طول. هتبقى هنا على طول يعني ايه؟ انت ما عندكش شقه؟ لا يا هانم ما عندي الشقه، انا عندي فيلي. فيلا؟ يا سلام، برافو برافو عليك. ودي بقى اللي هنستقر فيها على طول بعد الجواز، ولا انت ايه رايك؟ الراي رايك. يعني نجيب المأذون. شوف بقى، انا اصلا عندي شويه تحفظ على المأذون ده. مش فاهم ايه يعني تقصدي؟ مش لادد عليكي مأذون المنطقه، عايزه مأذون تاني؟ لا لا لا، انت مش فاهم، انا اصلا حكايه المأذون دي انا ما برتاح لهاش. طب هنتجوز فين؟ في السوبر ماركت؟ انت من خفيف ده ياخدش عليك وعلى قطعيتك ده، انت دم. انا احب الراجل اللي دمه خفيف قوي. دم خفيف ايه؟ هو تجيل ايه يا هانم؟ انا دم نشف. انا بدات اقلق، هو فين الاستاذ عادل؟ ايه الحكايه يا هانم؟ بص، يعني انا بحب الجواز العصري، يعني الناس بره بيتجوزوا كده عشان في ثقه ما بينهم، فاهم يعني؟ لا مش فاهم، انت بتقولي ايه يا هانم؟ حاجه ايه وثيقه ايه؟ انا بقى واثقه فيك، لان انت شكلك كده ابن حلال خالص. يعني اسحبك من يدك ونروح؟ لا انت مش فاهم. انا قصدي يعني انت ما سمعتش عن حاجه اسمها جواز عرفي؟ بقى انا المعلم المنير بعد العمر ده كله اتجوز عرفي؟ اعوذ بالله. وبعدين واحده في سنك انت كده تعمل كده؟ امال العيال الصغنططين يعملوا ايه؟ لا لا لا، انت فهمتني غلط خالص، انا ست محترمه. محترمه تيه ونيله ايه؟ افردي يا هانم الورقه دي ضاعت، اعيش في الحرام؟ لا انا هيبقى عندي نسخه، انا معايا نسخه بتاعتي. افرد اتنين ضاعوا، هنكتب اتنين جداد يا اخي. اعوذ بالله، انا مستحيل اعمل حاجه زي كده، ده حرام حرام. استنى بس، حرام. استنى بس يا استاذ منير، استنى، في ايه بس؟ ده حرام. يمكن مش حرام يبقى مكروه مثلا ولا حاجه، انت بتزعق ليه؟ بزعق ليه؟ شوف الست المصونه بتقول ايه، وبعدين تبقى كلمني. قال بيت محترم قال. لا 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 شميم، ما اسمحلكش ابدا. تسمح لي ولا ما تسمحليش؟ انا ماشي. فين الباب؟ اهو 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 البيت. انت عملتي له ايه؟ ولا حاجه، قلت له نتجوز. طيب وايه المشكله؟ نتجوز عرفي. ايه؟ تتجوزي عرفي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا بنتي ده؟ ودي فيها ايه دي كمان؟ فيها ايه ايه؟ يعني انت باباكي ومامتك رافضين الجوازه، فهتتجوزوا من وراهم عرفي؟ ما هو انا لو اتجوزت رسمي المعاش بتاعي هيروح. اه صح. طب وايه المشكله؟ ما هو الراجل هيصرف عليكي. يا سلام، وافرض بقى ان شاء الله طلقني، اتشحطت انا وبنتي ونشحت لوحدينا في الشوارع؟ لا ما تقلقيش، مش هتشحطوا لوحديكوا، احنا هنشحت معاكوا طبعا. طب انا ومش مهم، بنتي بقى دي ذنبها ايه؟ انا عايزاها تتربى. ايه ده؟ وانت اكتشفتي دلوقتي انها عايزه تتربى؟ بص بقى، انا مش مستعديه ان انا اخاطر بمستقبلي، كفايه قوي بقى اللي انا فيه. عموما سيبيني انا هتصرف، انا هحاول اقابله وافهمه. لا احاول ايه؟ ده انا لازم اقابله وافهمه، المهم ان انت تمشي بقى، يعني تتجوزي ان شاء الله. رمزي،
هزمت البضاعة بتاعت المعلم منير؟ اه دولا ده زبون لقطة، يعني باعهم لنا امبارح وجاي يشتريهم النهاردة. انت بتركز ليه؟ انت تنفذ اللي مطلوب منك وخلاص، مش مطلوب منك تركز خالص، اتفقنا؟ اتفقنا. لا مهم، عايزك تركز معايا جامد قوي. الشنطة دي ها فيها هدوم صعيدي وفيها شنب، عايزك تلبس هدوم الصعيدي دي وتلزق الشنب وتجيلي على طول. ايوه دولا، بس يعني انا عايز افهم، يعني دلوقتي البس الشنب والزق الهدوم ازاي؟ يعني ليه يعني؟ هدوم ايه اللي هتلزقها يا غبي؟ هتلزق الشنب، الشنب ده هتلزقه كده اهو على خلقتك. ماشي، عارف تلزقه بايه؟ عارف الغيره الحمص اللي هو بتاع النجارين ده؟ تجيب شويه كده اهو وتغليهم، وبعدين تاخد منه وهي سخنه تقوم لازق الشنب، واللي يفضل يبقى اشربه. يلا اتكل على الله وهتجيلي على هنا اهو، وتقول لي انا جاي طالب ايد الست مجيده حماتك. سهله دي؟ سهله جدا يا دولا، جاي طالب ايد الست مجيدة حماتك. سهل. اه بس بالصعيدي بقى، بتعرف تتكلم صعيدي؟ ايوه طبعا. طب وريني كده. اوعى كده ملخت الكوم. الكوم؟ هو ده صعيدي؟ ده فلاح اهبل. يد صعيدي يالا، لازم تاخد خد نفس خد نفس. ايوه ممكن اخليك ما تخرجوش لغايه اما تموت، بس تقول ايه بصوت قوي؟ اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ما تطولش الكوم، خليه نص كده يعني. اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ما كروتش الكوم برضه، تقولش اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ماشي ربنا يستر. يلا اتكل على الله بسرعه. اوعى كده ملخت الكوم. بسرعه بسرعه. الله على الله تنفع الخطه. هو اتاخر ليه؟ الو الو. ايوه ايوه معلم منير، انت بقيت فين؟ انا وصلت اهو. وصلت ايه؟ قربت من البازار يعني ولا ايه؟ انا جوه البازار. جوه وفتحت عليا ليه؟ طب يا معلم اهلا وسهلا. عاوز مني ايه؟ انا مفيش بيني وبينك لا كلام ولا شغل. يا معلم اللي انت عايزه يا معلم، انا عموما بضاعتك كلها جاهزه، ايه لو عايز تاخدها خدها، مش عايز تتعامل معايا تاني براحتك، بس انا عايز اوضح لك الصوره بس. صوره ايه يا راجل؟ صوره ايه؟ ما الموضوع واضح خلاص، الموضوع بح خلص خلاص. ماشي خلص خلص، بس انا عايز افهمك ان الست مجيده اما قالت لك انها عايزه تتجوزك عرفي ما كانش عشان حاجه وحشه، عشان المعاش بتاع جوزها ما يروحش عليها. ما يروح يا اخوي، هي هتتجوز راجل ولا راس كرومبي؟ ايوه اكيد راجل طبعا يا معلم، بس افرض يعني انفصلت ولا طلقتها، تعيش منين الست يعني؟ يا سلام يا اخويا، احط لها وديعة كده في البنك ومن ريعه تاخد اكتر من المعاش. يا نهار ابيض، ده كده يبقى تمام قوي، يبقى مش محتاجه المعاش فعلا، كده ممكن تتجوزه رسمي. رسمي رسمي على بركه الله، اجده انتوا ناس محترمين. ايوه ما انت كنت فاكر ايه بس يا معلم؟ عارف الست مجيده دي من ساعه ما جوزها الله يرحمه اتوفى وهي ما شافتش الشارع بعينيها؟ شوف المهر والشبكه اللي هي عزاهم. والله كده يعني ده انا خلاص قربت اعيط، ده كتير والله يا معلم. وكمان الفيلا بتاعت مصر الجديده هكتبها باسمي. كده هعيط خالص يا معلم. ماشي ماشي والله، ربنا يبارك لك يا معلم، الف شكر. اوعى كده ملخت الكوم. اوعى اوعى كده ملخت الكوم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. خلاص يلا خلاص يا بنت كده على الله. يا استاذ دوله، انا طالب يد الأنسة حماتك. أنسة حماتك؟ امشي خلاص. بقول لك ايه يا معلم؟ ايوه يا معلم. وصلي هنا يا حماتك، انت شفتها فيها؟ يوه او مش يوه يعني، ما فيش حاجة. يلا اتكل على الله. يوه، اصبر انت يا استاذ عادل، انت شفتها فين يا معلم؟ اني يومات بنتقابل يا معلم. ايوه، واذا ربما بروح لها البيت. ما يقصدش يا معلم، والله ما يقصد يا معلم. لا يعني بص حضرتك على فكره، بص بقى انا هقول لك من الاخر، الواد ده اساسا الواد رمزي اللي شغال معايا هنا في البازار، وهو متنكر عامل صعيدي اعدل عينيك خلاص، والشنب ده بص لازق اهو. لازق انت؟ لازقه بايه؟ انا يا استاذ عادل، انتوا علشان تسطروا على البنيه دي لازم تجوزوها لي. تجوزوها لي؟ لا اكده بقت بصرميت. الحمد لله ان ربنا انقذني من الجوازه دي. استاذ عادل، البضاعه دي مش عاوزها، وكمان الفلوس مش عاوزها. سلام عليكم. بقول لك ايه، مفيش سلام عليكم. اوعى كده بدك بصرميات.
دولا هو مش لا دولا دولا يا دولا اوعى كده ملاختي تكون مش خلاص اوعى كده ملاختي تكون مش خلاص ما قلت لك خلاص ما قلت لك خلاص انا مش كده دولا